اخويا بغى يسمع هذه الجمله فهمتي، ولد اختي بغى يسمع هذه الجمله، كاع الجيل اللي طالع بغى يسمع هذه الجمله، نتمنى يسمعوها الاباء، نتمنى يسمعوها سميتو. دابا هذا السيد اللي كندوي عليه اللي كان خدام مع يوبر، شركه يوبر في مصر، ولا دابا خدام ما بين دبي وميريكان، صعب راه كتسمع تتسمع شي هاتمينه ديال ديزافير كيضرب، راه فهمتي راه عندي ماستر عند البارح. مبروك 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 على الاخ، بارك ولي الاخوان كاملين كتبوا لهذا الاخ هذا مبروك، قال لك البارح خذا الماستر ديالو في السياسه، ياك البارح، هي البارح، مبروك خويا تبارك الله عليك، راك شديد. ودابا تيفكر يكمل البي اتش دي، ياك واش تكمل ولا زعما واش يكمل ولا لا. خو انا تنقول لك انا فريمون داكشي اللي كنشوف بحكم اني كنتعامل مع شركات بزاف وكنتعامل هادشي عاد مؤخرا وليت كندوي عليه. الاخ اللي اجي نقول لك هو تكمل بحكم ان فهمتي السنوات الاخرى وليت كنتلاقى مع شي ناس اللي فريمون وكتبان لي بلي الدراسه كتلعب واحد الفرق كبير 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 كبير، لان السنوات الاخرى سمحت لي باش نتعرف على واحد السيد اللي كنحترمه بزاف، اللي هو كان خدام في مصر ودابا حاليا خدام في الامارات. هذا السيد هذا اللي هو المحامي ديال الشركه ديال يوبر في مصر، ومن بعد دابا خدام محامي ديال واحد الشركه كبيره في الامارات، وخدام محامي ديال واحد الشركه كبيره في امريكا. السالري ديالو من شركه وحده كيساوي السالر ديال ربعات البرلمانيين، من شركه وحده كيساوي السالر ديال ربعات البرلمانيين، هذا السالر دو باز. والشركه فاش خدام حاليا، الشركه فاش خدام حاليا في دبي كياخذ اعلى سالير، هو ماشي المدير العام، هو محامي كياخذ اعلى سالير، تياخذ اعلى سالير في الشركه. كاين المحامي هنايا، كاين المدير ديال الشركه الكبير هنا السي او، وكاين المحامي هو تياخذ السالير هنا. عرفتي علاش؟ لان لا سمح في الشركه دي تنهار، لان المحامين هما اللي واقف عليهم العالم دابا، لان المحامين هما اللي تلقاو بزاف ديال الثغرات، لان المحامين هما اللي تيقول لك رد بالك لهاديك راك غادي وغادي تضرب فيها وغادي تموت، تجمع راسك وكتمشي تتقلب الدور. عندك واحد الثغره هنايا، عندك اون فوا غادي تبدا تكبر المنافسين ديالك ما هادشي يرحموك، ما هادشي يرحموك، راه فغيمون ما هادشي يرحموك، اجي لقاو لك شي تغرى باش شوف سيرتو في امريكان، طاك طاك دير لي شي دعوه في المحكمه، طاك طاك دير لي شي دعوه في المحكمه، غير باش يلهيك معاه ويجي يجبد لك بزاف المشاكل ويقدر ياخذ منك تعويضات، فهمتي انت كتولي رد البال. المهم المحامين انت اخا تيبان لي بروفيل زويون، ها انت السياسه شي حاجه مهمه في الوقت الحالي، زيد عليها شي بي اتش دي في شي دومين اللي واعر، ما عرفتش. المهم البيزنس انترناسيونال شي حاجه بحال هكا، وفريمون ملي تدخل البيزنس غادي تكون هارب على هاد الناس كاملين. وهاد السيد هذا اللي هو محامي كان في يوبر واللي ولا محامي في واحد الشركه حاليا في الامارات، واحد الشركه في امريكان، احتاجيناه في شحال من حاجه، وفريمون راه تيبان لك هارب علينا اصاحبي، راه انا اونتربرونور كيجينا راسي بلي اونتربرونور عادي جدا، بلا هادو ما غادي نديروش شي حاجه كبيره فريمون، فهمت؟ يعني انت تتبان لي بروفيل مزيان، يعني اونتربرونور مع اونتربرونور لا جينا نتنافسوا، واحد عنده ماستر في السياسه وزيد عليها لي زيكسبيريونس اللي جمعتي، وباقي غادي ندوي على هذه النقطه هذه على مساله القرايه، لان كنقرا كاين اللي قرا كان هي اللي داز من حدا المدرسه وسمى راسو قرا، واخا تكون عنده حتى دكتوره، وكاين اللي قرا من بعد غادي ندوي في واحد السؤال شنو هو الفرق فين كاين. اونتربرونور مع اونتربرونور كاين فرق، هذا عنده ماستر في السياسه وعنده شي حاجه في القانون، مع اونتربرونور اللي بحالي انا خارج من البي تي اس باك بلس 2 كاين فرق، هذا احتمال باش يدمرني كاين كبير، كاين احتمال واحد باش نتنافس معاه، هو غادي يمشي غادي نهايري شي واحد عنده ليكسبيريونس ديالو، يعني اللي غادي يكلفني فلوس كثيره، ما بغيتش نخسر دوك الفلوس كثيره، هي بحالك نتايا، ديجا بحال دابا هاد السيد اللي كندوي عليه، اللي كان خدام مع يوبر، شركة يوبر في مصر، ولا دابا خدام ما بين دبي وميريكان، صعب راه تتسمع شي هاتمينه ديال ديزافير كيضرب، راه فهمتي راه مثلا اوكي جات عنده واحد الشركه قالت له بغينا نحلوا في جنوب افريقيا، بغيناك تجي لنا بحث، او بيان سور حتى هو عنده بيورو، بغيناك تجي لنا بحث على جنوب افريقيا كيفاش نتاستابليشاو تما، يعني نحلوا شركه، موضوع الضرائب كل شيء، بغيناك تكلف من ا حتى لزد وتمشي تشد الطياره وتمشي براسك تمايا، وانت اللي دير الشركه وانت اللي دير كل شيء، بحكم اننا كنثقوا فيك، بحكم ان راه شركه ديال دي مليون دولار، وسيد عنده سمعه، ماشي يحطوا فلوس كثيره في شي دري صغير، فهمتي هذا هاد لافير هادي ما كانتش بشي فلوس قليله اصاحبي. علاش نقول لك القرايه مهمه، انايا غادي نبقى صغير، الاخر غادي يبقى صغير،
ايلون ماسك ملي كيبان لك واعر معاه بزاف ديال الناس تيضل تيقولها معاه بزاف ديال الفيزيائيين، راه ماشي ايلون ماسك اللي طلع للفضاء، مع شحال من واحد يقول لك اه ايلون ماسك راه طلع للفضاء، صاد بوحدو ما كان عنده ما يدير، ايلون ماسك ما عندوش الدراسات اللي كتسمح ليه انه يطلع للفضاء، هو براسو غادي يقول، غادي يقول لك راه كاينه واحد التيم كبير، كاين بزاف ديال الناس فيزيائيين، كاين بزاف ديال الناس ناس، ايلون ماسك عنده بزاف ديال المشاكل في الشركه، بزاف ديال التعاون، دونك شكون اللي مكلف بهم؟ المحامين، علامه فيسبوك، فيسبوك راه عنده بزاف ديال الدعاوي، بزاف ديال الدعاوي يمينا وشمالا، عنده بزاف ديال المشاكل في هذا الشيء ديال الداتا اللي كيخزن ديال عباد الله والدعاوي هادو، دونك راه معتمد على اش؟ معتمد على محاميين، معتمد على بزاف ديال، على راه نيفر نيفر واحد قاري واحد واحد فهمتي ممكن يتنافسوا، راه عندك عندك احتمال، وباقي غادي ندوي على هذه النقطه هذه، ماشي تجي نرجعوا عاوتاني للباك، انا عندي باك انا ما عنديش باك، واش نتنافسوا؟ احتمال ما عندكش الباك يقدر تقرر اللي عنده الباك، ما تندويش على الباك وماشي باك، كندوي على كندوي على شي حاجه فوق فوق. نلخص لكم يا اخوان كاملين، اخويا نبغي يقرا يسمع هذه الجمله فهمتي، ولد اختي نبغي يسمع هذه الجمله، كاع الجيل اللي طالع نبغي يسمع هذه الجمله، نتمنى يسمعوها الاباء، نتمنى يسمعوها سميتو. القرايه اللي قرينا راه ما قرايه ما والو، لان كانوا عندنا شي ضغوط نفسيه اللي ما محتاجينهاش، لان فريمون ملي تتمشي كتقول لي سير تقرا وجي انت الاول، وانت تتعرف ولدك كينقل وانت كتزيد تدفعو انه خصو يجي هو الاول وما سوقكش، تحطنا في واحد الضغوط اللي كنا ما محتاجينهاش، وما كانش تنحتاجو اننا نوليو حنا الاولين باش ننجحو في حياتنا، وخير دليل اني كنت انا هو الاول في الابتدائي، وكنت انا هو شبه الاول في الثانوي، وكنت في الاخر في الاعدادي، وكنت في الطايع في الثانوي، في الثانوي كنت في الطايع، والحمد لله بزاف ديال الناس هما وصلوا. المهم باش 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 ندويو، ما عمر القرايه زاد تجي انت الاول، زعما راه في الحياه تجي انت الاول، هاد الشيء راه ما مرتبطينش، هاد الشيء ماشي هكا. حاجه وحده اللي غادي نقول لك، نقول للوالدين وليك نتايا اللي كتسمعني ولا شي حاجه، القرايه زوينه، القرايه زوينه، ولكن بليز بلا ما تحط عليا الضغوط ديال تقول لي سير تقرا وخصك تجي انت الاول، وتخليني نستعمل شي وسائل اللي غير لائقه، بحال النقل، بحال نتقاتل، لان ما كنبقاش كنقلب نعمر راسي، كنولي كنقلب غير نمشي نعمر ديك الورقه، وكنت كنحفظ اصلا هي باش نعمر ديك الورقه، والله وتقول لي نجيو اليوم نجاوبوا على الامتحان، نخرجوا وتقول لي غدا اجي نجاوبوا على نفس الامتحان، تلقاني نسيت، لان كنت حافظي باش نتفك، كنا حافظين باش نلوحوا لهم داكشي ديالهم باش ننجحوا. حاجه وحده اللي نقول لك هي، حاول ما تحطش على ولدك شي ضغط، انا فريمون فهمتي ماشي نقول لك غادي نمشي نصنع شي سيستم دراسي وغادي نعاود العجله من الصفر وكذا، وغادي ندير واحد السيستم دراسي لولدي، لا غادي نصيفطو يقرا مع ولاد الناس، واحسن حاجه لان باش خاصو يبقى باش يعرف شنو طاري في السوق، خاصو يكبر مع المجتمع، غادي نصيفطو، ولكن غير نفس هذا كيخرج من دارهم تيقول لي با قرا لي ديال امك باش تجي انت الاول باش تخدم باش كذا، انا غادي نكون طلق ولدي غادي نقول ليه شوف سير قرا وجي ناقش معايا وشوف لي واش عجبتي شي معلومات وعمر لي الراس، ولا كاين شي بغيت نناقش معاك الرياضيات، بغيت نناقش معاك كذا، اهم حاجه هو تعمر الراس، انجح اسقط، المهم هو عمر لي هذاك الراس وسير تقرا وكذا، حتى هو تجي حس ما عليهش شي ضغوط، علاش تيجي هو الاول؟ زعما الا جا هو الاول غادي يطفرها، ما هادشي طفرها، ما هادشي طفرها، احتمال كبير تقول لي لا راه طفرها ولا خدمه ماشي هي طفرها. فريمون فهمتي كنا تحطينا في واحد المعاناه اللي حنا في غنى عليها وما بغيتش نشوف شي واحد اخر كيعيشها، كنت فهمتي كنت فريمون كليت العصاب بزاف د المرات، كليت العصاب بزاف د المرات جايب 12 فهمتي، عقل واحد النهار جايب 12 وكليت التصرفيقه، علاش خاص تجيب اقل حاجه هي 14 فاك، هذا هو الجهد الشيء اللي عطى الله. بكثرت عاوتاني ما كنتش كنتعرض للضغوط فهمتي، واحد الضغوط ديال كذا كذا، حفظ ملي كتبدا كتضغط على شي واحد ملي كتبدا تضغط على شي واحد عاد ما كيعطيش، عاد تضغط على شي واحد عاد ما كيعطيش، مثلا بحال كنت تنعقل واحد الماده ديال الاسلاميات، تنوضنا تيقول لك عرض القران، وعرض القران بلا ما تفتش بلا ما توقف، عرض من الاول للاخر، يا صاحبي تشد هاد العذاب هذا صاحبي، علاش باش ما نتفتف، علاش بلا ما كدا، علاش ما نقول ونكمل، علاش هذا صفر كذا كذا صفر كذا صفر، وشكون هما كانوا غير الكراده الماكن هما اللي كانوا كينجحوا عند داك الستار، وحق الله الا باقي عاقل حاط لي جوج في الاسلاميات في التاسعه، واخا نكون كافر كاع صاحبي ما خاصش تحط لي جوج فهمتي، ولكن الا كنت والوالد ديالي حتى هو والوالد ديالي حتى هو اللي زاد كمل فهمتي، الجره هي انا قال لي جيب جوج في الاسلاميات انت، والوالد رانا ديما كنجيب احسن نقطه، راني كاع في السيزيام كاع وجبت فيها احسن نقطه جوج، امك هاد العام هذا انت كافر صلاي فهمتي،
صات ما 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 كانش داك الكونتاكت ديال النقاش ديال علاش جبتي جوج، راه شنو هاد الظروف، فاش كنا كتجي كتعرض كانوا الماكينات هما اللي كيعرضوا، كانوا واعرين الماكينات دي ماشين كانوا كيحفظوا، تيجي تيجي حسن جدا. كان يا صفر يا 20 عند دخونا هذا، كان يا صفر يا 20 فهمتي. انا كنت كنجيب الصفر وكنت كنجاوب على الورقه وداك الشيء وجمع الاصفر اللي جمعت في العراضه كاملين، زيد على داك الشيء اللي في الورقه عطات الجوج. الشيء اللي كنقول فهمتي، سير الاخ اي اخ والله النصيحه اللي نقدر ننصحك هي القرايه راه مزيان، سير تقرا مي بليز الوالدين ديالك تنتمنى ما يضغطوش عليك، سير تقرا عمر راسك عمر راسك، لان فريمون اللي يجي ينفعك في الاخر هو داكشي باش عمرتي راسك. ديك القضيه ديال تقرا تجي انت الاول، غادي تخرج غادي تخرج انت هو الاول، الباك هو الاول، غادي تمشي غادي تسميتو غادي توظف وغادي تنجح في الحياه، غادي تكون واحد الخريطه قديمه، واحد الخريطه قديمه اللي ما بقاتش كتوصل فهمتي، ما بقاتش خدام. السيطاش غادي نشرب، غادي نشرب، انا نسيت ما نشربش. غادي تكون واحد الخريطه قديمه، واحد الخريطه قديمه ما بقاتش خدامه، ما فهمتي. كاين بزاف ديال الحوايج في اليوم انا باغي توصل، كاين بزاف ديال الحوايج، ماشي غادي تقرا بيان سور. القرايه كما كنقول راه مهمه، مي ماشي غادي خصك تجي انت الاول، ما تجيش انت الاول صافي غادي تشرد. ندوزو على هاد السؤال هذا، وكما قلت نصيحه هي قرا باش تعمر راسك، بليز قرا باش تعمر راسك، ما تقراش باش تجاوب في الامتحان وصافي.